دائما اردده، فانا محتار بين مقامين، اتوقع يا انه رست يا انه بيات، وباك تفيد في النقطه دي. انت اليوم مزكم واضح. ايه سكير الصب من لماك فغنى ودعاه الغرام شوقا فحنى. يا لا 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 يا عين. يا سلام، هذا مقام الرست، بس أديته في البداية بأكثر من أسلوب، يعني انهيت بالأسلوب الحجازي وبدأت بالأسلوب اللي هو الشامي أو أسلوب المواويل يعني، لكنه مقام رست. الله يفتح عليك، صوت جميل ما شاء الله. عطنا حاجة بمقام الرست. أبى أجيب حاجة قريبة كذا تكون على الرست. والله حقت المقامات كلها حقنا واحد. في أنشودة زمان كنت، بس هو داني طبقة واطية، أنا حغير. فاكر كنا نقولها في قناة البداية؟ على العقيق اجتمعنا، على العقيق اجتمعنا، نحن وسود العيون، ما ظن مجنون ليلى، ما ظن مجنون ليلى، قد جن بعض جنوني. لو رحنا للجنوب حنقول يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا لا. اللي حافظ أقول أنا ما عندي إلا لالات. سلامي عليك. فهد الشهري ملعبك ولا طلع البدر علينا يا شيخ؟ بالذات اللحن الجنوبي ما اقدر اديه صوتي كذا. ايه ترى باس. طيب طيب نبغى اسئلتكم وطلباتكم من ابو حسين. نبي طلع البدر.